أكثر بيقولوا إنه طريقة أدائه هي امتداد لأسلوب خاص بمطرب كبير بعده عايش بضمير الإنسان العربي بعد ما رحل إلى العالم الآخر. والبعض الآخر بيقول إنه قدر يرسم لنفسه خط مختلف. هاني شاكر، أهلا وسهلا فيك، منستقبلك بالورد. وببداية لقائنا معك منحب نعرف رأيك بين الرأيين مختلفين، بين أداء هاني شاكر والمرحوم عبد الحليم حافظ. الحقيقة مع إن الموضوع ده تكلمنا فيه كتير قبل كده، لكن أنا بتهالي أنا من الرأي التاني اللي بيقول إن أنا قدرت أرسم لنفسي شخصية مستقلة وطريق مستقل، وإلا ما كنتش بقيت هاني شاكر. لو كنت أنا نسخة من المرحوم عبد الحليم حافظ أعتقد إن أنا ما كنتش قدرت أظهر وأتعرف في الوقت اللي هو كان موجود فيه وعايش فيه. استرادا للسؤال الأول، أسلوب المرحوم عبد الحليم حافظ فريد من نوعه، والملاحظ أنه في عشرات من المطربين غير هاني شاكر اتبعوا هالأسلوب. مين برأيك قدر يوصل لمرحلة النجومية ويستقل عن خط؟ ما أعتقدش لو في حد بيتبع أسلوب عبد الحليم حافظ بالضبط ممكن أنه يبقى نجم في مجاله، لأن عبد الحليم حافظ أخذ كل النجومية وكل الشهرة وكل الإمكانيات الحلوة موجودة في الخط ده. فالشاطر اللي يحاول يلاقي له خط تاني غير الخط اللي كان ماشي عليه عبد الحليم. عملت في الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما، وين برأيك كان هاني شاكر أقرب للجمهور؟ قطعا في الحفلات، لأن أنا بغني والجمهور قدامي على طول، فبتهيألي ده أوقع وبيبقى أقرب للناس أكتر إنه يشوفوا المغني قدامهم أحسن ما يشوفوه في السينما. وعلى المسرح كمان، يعني في مسرحية بيبقى الفنان أقرب أكتر كمان من السينما للجمهور. صح. على صعيد الأغنية، هل عندك تخطيط معين ومحدد بفترات زمنية لإطلاق أعمالك الغنائي في الأسواق؟ يعني هو في تخطيط، لكن بمواعيد ما اعتقدش يعني انا حاطط في بالي حكايه المواعيد دي، لكن لان يعني الظروف بتتغير محتمل. اما ابقى مرتب ان انا مثلا هطلع في حفله فلانيه يوم كذا محتمل الحفله دي ما تتعملش، فحكايه المواعيد لا، لكن انا في تخيلي انه مثلا كل سنه لازم مش اقل من 3 4 اغاني ينزلوا، سواء اتعملوا كاسيت او ما اتعملوش، المهم انهم يتذاعوا في الاذاعه والناس تعرف ان في انتاج متواصل بالنسبه لي. شو هي الاغنيه او الاسطوانه اللي كنت راضي عن انتشارها وبالتالي عن مردودها المادي والمعنوي؟ بالنسبه للمردود المادي والمعنوي ده، يعني طبعا انا بالنسبه لي المردود المعنوي هو اهم حاجه. غنوت كده برضو يا قمر اعتقد انها لاقت نجاح كبير جدا واشتهرت قوي، بدليل انها لحد دلوقتي بتطلب مني في حفلات، لكن العائد المادي منها يعتبر يعني كلام فارغ، لان احنا يعني في العالم العربي عموما ما يعني ملناش نسبه، او معظم المطربين اما بيتفقوا ما بيبقالهمش نسبه في الربح، فبيتفق كده اتفاق قطعي بالغنوة. طب مع مين تعملت من الملحنين غير المصريين؟ اتعملت مع الرحبانية الأستاذ إلياس رحباني، ومن السعودية اتعملت مع الأستاذ سراج عمر، ومن الكويت اتعملت مع الفنانة ليلى عبد العزيز. ده اللي أذكرهم من يمكن دلوقتي. بدي اسمع مقطع صغير من كده برضو يا قمر. دي سهلتي. كده برضو يا قمر تصاحبني يا السهر، كده برضو يا قمر تصاحبني يا السهر، وتفوتني معاه وتمشي لا حس ولا خبر يا خبر. كده برضو يا قمر يا قمر. قلت لي انك اخذت لحن من الياس رحباني ومن الملحن السعودي الاستاذ سراج عمر. سراج عمر، شو اضافوا هالاغنيتين لشخصيه هاني شاكر الفنيه؟
قطعا اضافه، يعني كل ملحن له اسلوبه، فما بالك لما يبقى الملحن مثلا منتمي لبلد مختلف عن البلد، يعني غير البلد اللي انا موجود فيها يعني مصر، فاكيد هيبقى فيه الطابع بتاع بلده، الريتم بتاع بلده، الجمل المشهوره في بلده، دي بتفرق، دي يعني كمان بتحس انها حاجه جديده على المطرب انه يغني مش لملحنين بلده، يغني لملحنين تانيين. يعني في غنوة تلف يا قلبي بالنسبه لي انا كانت اول مره اسجل بالاسلوب بتاع التراكات اللي هي الاستوديو اللي فيه اكتر من تراك، ما سجلش مع الفرقه. نوعيه اللحن السريع قوي دوت، يعني غربي خالص، اسلوب كان بالنسبه لي جديد. طبعا الاسلوب ده كان بيتبعوه الرحبانيه من زمان مع فيروز، كان بالنسبه لي انا حاجه جديده. بالنسبه لسراج عمر برضو نفس الحكايه، الكلام شويه فيه عربي بدوي، الريتم طبعا سعودي، كانت توليفة حلوة، توليفة جديدة يعني. برضو نفس الحكاية عملتها معايا ليلى عبد العزيز، برضو كان الكلام إلى حد ما بدوي واللحن كويتي خالص بالأرتام بتاعته وكده، تجربة ظريفة يعني. فعلا يا ريت نكتر من الأعمال دي، لأنها في النهاية بتحسي إن كل العرب واحد. طبعا. سؤال شخصي، رقم الهوية الشخصية والاسم الكامل. الاسم الكامل هاني عبد العزيز شاكر، ورقم الهوية الشخصية 13764. برافو. عندك اخوي؟ عندي اخ اكبر مني واخ اصغر مني. يعني كيف بيجي ترتيبك بين اخوتك؟ الوسطاني. 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 اخوك اللي سبقك بالولادة قديش عمره؟ حوالي 33-34 سنة. يعني نقدر نقدر قديش عمرك بدون ما نسألك. يعني. طيب الأصوات التالية شو بتقلك؟ صوت القطار، الإزعاج. صوت طرق الباب من غير موعد سابق. خضة، يعني أكيد حيكون في حاجة غير عادية. صوت صراخ الجيران بعد منتصف الليل. احنا حرقنا الازعاج، ما ده يبقى ازعاج تاني. ده القلق بقى. القلق ده. صوت الاورج. معرفش، صوت شجي لكن مش شرقي، صوت حلو يعني بس مش شرقي، ما يحسسنيش بالشرقية، حتى لو كان بيقول مقامات شرقية لكن برضو تحس انه غريب. وصوت هاني شاكر. صوت حنون. ومثل ما استقبلناك بالورد منودعك كمان بالورد، على امل انك تبقى زهرة في حديقة الفن ويستمر عطائك من اجل سعادة الناس. وشكرا. شكرا. قلبي الدنيا بحبي ما تسيب قلبي، واللي زمانه ساح احزانه قوله يحب، رح يتنسم مع عطر الحب، رح يتبسم بسمة حب، رح يتكلم حب في حب، وحلو الحب حلو الحب، حلو حلو الحب. حب ودور خلي الدنيا زهور وفرش ضي ونور، لف يا حب ودور خلي الدنيا زهور وفرش ضي ونور،
خلي الكل يعيش احباب، خلي قلوبنا تملي شباب، خلي الكل يعيش احباب، خلي قلوبنا تملي شباب، وبعد عنا اللي اسمه عذاب، اللي اسمه عذاب، واللي الحب يعدي عليه، واللي الحب في يوم ينادي، واللي الحب يعدي عليه، واللي الحب في يوم ينادي، عمره ما يبقى وحيد ليالي، راح يتنسم عطر الحب، راح يتبسم بسمة حب، راح يتكلم حب في حب، راح يتكلم حب في حب، حلو الحب، حلو الحب، حلو حلو الحب. يا قمر الليالي عدي على كل خالي، روح 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 بالشوق روح باللقا والمواعيد، روح بالنجم البعيد، روح بالحب وافراحه، خلي الحياة يرتاحه، روح يا قمر الليالي عدي على كل خالي، روح يا قمر الليالي عدي على كل خالي، قمر الليالي عدي على كل خالي، روح يا قمر الليالي عدي على كل خالي، روح بالشوق والتنهير، روح باللقا والمواعيد، روح بالنجم البعيد، روح بالحب وافراحه، خلي الحياه